هذا البرنامج برعاية الحياة بتتغير، والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم، يعني مفيش غير لميس 3 في 1 اللي ينظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم. مشاهدينا الكرام، صحة فطوركم واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشغل مش عيب. نوجه تحية لراعينا الرسمي شركة لميس لمواد تنظيف. كما عودناكم جو اليوم حلو، حبينا نسلطوا الضوء على الشباب اللي استرزقوا على كورنيش الشابي، حتى هم يستاهلوا ان احنا نسلطوا الضوء عليهم، انهم قاعدين دايرين مشاريع حلوة وقاعدين يسترزقوا منهم كما شوفوا في المنتوات والنططات والقطار، واجواء اكثر من رائعه من خلال حقتنا. وحنشوفوا الشباب كيف جاتهم الفكره هذه يشتغلوا بها، كيف موقتين، كيف ماشيين وقتهم في رمضان. خلوكم في المتابعه. كل هذا الفتاح رافي فيك في برنامج الشغل مش عيب. سنة طيبين إن شاء الله. طيبين إن شاء الله. نحن نعطيك فكرة بسيطة على البرنامج بتاعنا. نحن مخصصين للشباب اللي كيفك واللي مازال مخدومش. نحن شفناك دير فكرة حلوة في كورنيش بنغازي اللي هي النططات والألعاب خلال شهر رمضان. نحن عارفين الشباب والناس يجوا للكورنيش باش يلعبوا عيالهم ويغيروا لهم جو. كيف جاتك الفكرة واحكي لنا أنت من أمتى دير النططات؟ طبعا انا يعني جديد مع الشباب، انا نحن شباب نخدم بعضنا كنا نقول واحد يعني تفتح المشروع، واحد يجي شنو كل هذا ياكل وضع راك في رزق ينفتحك الرزق، فاهم كيف؟ وشو النظام؟ انا موسم طبعا يعني عندك يبدا من شهر 5 نهايه 4 كي الصيف، يعني الصيف كله ورمضان طبعا. انتم مجموعه الشباب كيف جاتكم الفكره؟ هل تقرا ما تقراش انت شنو؟ لا اكيد في دراسه، فهم كيف؟ الواحد يحاول يوفق بينك وكي، فهم كيف؟ بس عارف انت وقت تو يعني مرات تسال اي شخص يقول لك العمل اهم من الدراسه، فهم؟ ما نحن عارفين الظروف البلاد مرات تحكم أيوة. تجبر. والواحد توكل على الله ونسال الله ان يوفق جميع الشباب باذن الله، يعني ما فيش حاجه صعبه. تمام. خويا عبد الفتاح، الشباب اللي كيفنا وكيفك اللي مازال ما فكروش انهم يشتغلوا، شنو تقول لهم؟ الناس اللي قاعده مازالت اتكاليه كسولة قاعدة في الحوش وتمد على غيرها. توكل على الله. سبحان الله. سيدنا علي قال الرزق نوعين، فضل من الله وعذر من الله. الفضل من الله تمام اللي هو يجيك لعندك، فهم كيف؟ والعذر من الله اللي انت تتعب له، فهم كيف؟ واحد يتوكل على الله وما توفيق الا من عند الله، يعني امور. واكيد انت لما تطلب شيء حلال وتطلب رزق حلال الله مش حيخذلك، مستحيل يعني. بارك الله فيك ونعم بالله. نور اخوي مفتاح ومشكور جدا ونورتني اليوم. بارك الله فيك. ما شاء الله يعني احنا نشوفه شباب صغير في العمر اللي بيواعي ويتكلم معك حتى يعني بأحاديث وحاجات يعني بالدين، يعني شوف ما شاء الله يعني عبد الفتاح ممكن مطقش عمره 20 سنة. مشاهدينا الكرام، كيف ما شفنا اجواء الكورنيش فرقه هابي كيدز وايضا مصور عمر جابر، نحن نعرفون طبعا بحكم انهم دائما منورينا في جميع مناشط مدينه بنغازي، لكن اليوم
داروا شغل وفكرة حلوة في شهر رمضان المبارك انهم يديروا صورة، فكرة انهم يصوروا الناس وياخذوها فوري كما شايفين توا. عمر انت والشباب طبعا ما شاء الله كلكم بدون تخصيص، كيف جاتكم الفكرة اليوم كم انتوا يعني خاطي اعمالكم الثانية قضيتوا وقتكم على الكورنيش ودرتوا فكرة مشروع يدخل عليكم مبلغ في شهر رمضان المبارك؟ حبينا نحن فقط هابي كيدز ان نديروا حمله سميناها صوره بفرحه، بشكل ان نحن ندخل الفرحه في قلوب اهالي بنغازي. وكل الشكر طبعا لمدير الفرقه منذر الوفلي كان حاب ان تظهر ابتسامه عن طريق ان الناس كيف ما نشوفوا يا بنغازي قاعدين فرحانين كلهم، حابين نشاركوا فرحه بنغازي عن طريق الدمى، عن طريق ان نديروا منها مدخل رزق ومنها ان الناس يفرحوا ويحقوا الدمى ونصروا الابتسامه عن طريق الصور. تمام عمار، طبعا الكورنيش يعني شفنا مجموعه كبيره من الشباب كل واحد دير مشروع خاص به، نحن من خلال برنامجنا شغل مش عيب نشجعوا في الشباب انهم يشتغلوا. رسالتك للي مازال قاعد ضارب القلق والكسل ومازال ما اشتغلش ومعتمد على نفسه، شنو تقول له؟ في فرص عمل واجد وليبيا ما شاء الله خيراتها واجد، بس ان في مشاريع واجد. انت مشروع النهضه هو مشروع اعتيادي موجود في مصر وموجود في الدول الاخرى، بشكل انك انت تقدر تطبق المشروع وتسترزق، والشغل مش عيب بالعكس كلها مدخل رزق لنا نحن وللدمى وللناس كلها، والناس نفس الحاجه حسب بالمقابل انهم تخش لهم البهجه والفرحه. تمام عمر، الصوره طبعا بكم مش الناس تعرف الصوره؟ الصوره بخمسه دينار. خمسه دينار، طبعا اليوم حنا حنهيجوا حناخذوا صوره مع شباب فرقه هابي كيدز وعمر جابر من خلال البرنامج. من الشرف. تعال. أعزائي المشاهدين معنا الأستاذ خالد فيتوري أحد الزائرين الكورنيش، هو وأسرته حاب لما عرف فكرة برنامجنا وحقنا مع الشباب حاب يشوف حاجة هو شافها وبيوصل رسالة. تفضل سيد خالد. والله بالنسبة للشباب الليبي الشغل مش عيب، الشغل يعني هذا اتجاه كويس، يعني بدل ما يقعد راقد في حوشة والله يزيد في مشاكل ولا يزيد في أي شيء يتجه للكورنيش. ما شاء الله شباب الليبيين اللي داير سيارات اللي داير قطار اللي يرسم على الشباب الصغار، يعني الشغل كويس وهذه يعني حاجه كويسه والبرنامج بدات ترد فيها الحياه الحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الله من يعني صبر، بس صبر وصبر الساعه. بارك الله فيك. شكرا سيد خالد، كيف عودناك وانت طيب. طبعا الشغل مش عيب في كافه الاشكال او الحرف، احنا اليوم صح مش قاعدين في حرفه لكن قاعدين في شباب داروا فكره وابداع. كيف شهر رمضان المبارك سيد خالد؟ شهر رمضان مبارك، كيف انا نملى وقتي بمشروع كيف هذا ويفرح لي فرح لعويله في نفس الوقت. خلق حياه ردك من جديد الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله من خير لخير. ان شاء الله بارك الله فيك. كل سنه طيبين. شاهدينا الكرام طبعا كما تشوف هذا التراتوري، لكن نحن تو ماناش قاعدين في مزرعه في كورنيش الشابي. صاحب التراتوري هذا فكر فيه بدل ما هو قاعد مرمي في المزرعه، قال لا ضروري هنا هذا نخدمه ندير به شيء. كما تشوفوا دار فكره السيارات وقال بها نخدم بها على الكورنيش، نركب بها العويله منها نفرح الشباب العويله الصغار ومنها هو يسترزق به. هناخذوا معنا صاحب التراتوري هذا معنا في الجوله، حنكونوا معكم نحن من داخل الخضار. كما تشوفوا معنا الشباب في الشغل مش عيب. شاهدينا الكرام نرحبوا بأخونا محمد صاحب المشروع والفكرة هذه على الكورنيش. محمد في البداية رحب بك عبر برنامج مش عيب. مرحبا. الشغل مش عيب. كيف جاتك الفكرة؟ والله الفكرة جاتني مشروع وسهل وبسيط. تراتوري وقطار عربات ثلاث عيال صغار فرحوا لعويلة ونبسطوا الناس كلها. ومنها حتى انت يعني يكون هذا مصدر داخل منها انا بروحي من اجل اشتراك الفحول من حاجه نقدر نجيب الفلوس. هذه كلمه حلوه وجميله عجبتني انا شخصيا، انك انت ما تقعدش في الحوش، بالعكس انت تطلع وتكد على روحك. ضروري تخدم على حالك. محمد يعني الشباب ضروري، نحن كل حلقه عندنا رسائل للشباب اللي مازال ما يخدمش. يا محمد شو تقول؟ لا ضروري يخدم على اشتراك الفحول، ضروري ننصح انه يخدم على حاله خير.
بس الا ترى الا خدمتك انت. لا انا ما حد يدعك لسه. انا ما حد يدعك ان شاء الله. طبعا محمد اليوم بناخذنا في جوله وبكون معك ومع العويل الصغار حتى نحن نبسطوهم وتبسطنا حتى انت. هاي كمان بسطك يا غالي. اليوم انا طبعا بكون مع محمد. طبعا الجوله هي تكون شنو؟ على الكورنيش. جاء في داخل الكورنيش. تمام. طبعا اكيد يعني مش مسموح انا يعني ديما واخذ الصيف هنا. ضروري الصيف هنا والشتاء هنا. رمضان. رمضان. يعني الناس يعني انتم شو دارين من الاسعار يعني سعر اللفه؟ والله اللي عنده يركب واللي ما عندهش ما يركب. يعني ما تكسرش بخاطر حد. ما تكسرش بعيل صغير ما تكسرش بخاطر. كويس يعني انك انت تسترزق وفي نفس الوقت فأنت انت تحفز البهجه في ال طبعا يا ندى فاتك الجو كله يا ندى من الاخر. تجي ولادتك في رمضان يعني؟ الساعة 2 تمام. عنده 6 ونص. الناس يعني اللي جايه توسع في خاطرها من الساعة 2 تلقاك على الكورنيش. الساعة 2 تلقاك. شوية كوك ووجه الخطار قاعد والاجواء كلها قاعدة. يعني هو كم مارش هذا؟ هو طماطم مش عارف. طماطم لا سرعة معينة يعني مش لا بنزين ولا نافذة؟ لا نافذة. اسمع مرحبا بك عبد المنان في الشيخ المشعيب. طبعا شفنا الكورنيش طبعا شباب ما شاء الله الحمد لله كلها تشتغل وتسترزق افكار يعني اللي يدير فكره باش يطلع منها فلوس يطلع منها عيش. تو اليوم انت زي ما تعرف اليوم الشباب متاعين سوق الحوت وشباب البلاد طبعا يحبوا الاكل العيش زي الفنان فوزي حبك فوزي حبك الفرجاني ما شاء الله داير اجواء للاطفال نتاع جو رسم الوجوه فهمت عويضه. وانت عارف شباب البلاد وسوق الحوت والصابري يستغلوا في الخط البحري بس شنو ياكلوا منا عيش اللي يبيع في زريعه هي مش عبره خير ما يقعد في الشارع. وخاصه لما جاء سوق الحوت جاء رمضان الشباب قعدوا شنو انت عارف موسم الخبز يطلع منها الشاب مصروفه في الليل او يروح الهلا ببك وحليب وكذا. وانت تشوف الاوضاع انت شباب البلاد والحمد لله يا ربي يعني مش سمع نصيحتك قبل ما تبدا اليوم تو في الرسم للشباب يعني سبحان الله اليوم شفنا افكار حتى لو انت تشوف انها بسيطه كيف الرسم هذه لكن ممكن انت ترسم على وجوه الناس وتكسب فلوس. صح وتكسب يعني ما تو ما شاء الله والله بجديه يعني مش يعني لما ترسم للاطفال هيك رسمات الوجوه زي فوزي ما يردش في العائلات والاطفال يعني عندك والله ما عندكش انت عارف كيف البلاد هاي تبى تفرح وفي نفس الوقت الشاب يطلع مصروفه بيصرف. في شباب تو يطيبوا في الشاي عادي وقعدوا يبيعوا في الخبزه وقعدوا يشيلوا وقعدوا كنسوا في ليبيين تقعدوا توا سباكين وزوجوا عادي شفتم ولا لا؟ لان الوضع انت عارف عيال بلاد ولكن الحمد لله الواحد المهمه شنو ما يديرش مشاكل ويعني ماذا بينا في جهه تضبطك الشباب يعني مثلا من حيث النظافه او كذا او اناره المكان باش الشباب يخدموا مبادره كويسه منك يا عويضه انك ذكرت الجانب هذا يعني. بارك الله فيك هذا واجبنا حبينا تكون رسالتنا خلال شهر رمضان المبارك هذا. بارك الله فيك سمعه اليوم نحن تو نعيش معك اجواء انت وانت اولادنا يا عويضه اولاد منطقه اولاد البرغتي اولاد سوق الحوت وما تقصرش مع الشباب ديما زورهم يا عويضه ان شاء الله باذن الله ربي يحفظك نحن تو نعيش معك اجواء الرسم هاي مشاهدينا الكرام هيك وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم اللي كانت حلقه منوعه في اجواء الكورنيش وسلطنا الضوء على جميع الشباب اللي جو للكورنيش باش يسترزقوا.
نحب نشكر راعي برنامجنا الرسمي شركة لميس لمواد التنظيف، وأيضا هذه تحية مني إليكم ومن فريق العمل. إلى حلقة أخرى، مع السلامة. هذا البرنامج برعاية الحياة. بتتغير، والطرق اللي بنحمي فيها بيوتنا كمان لازم تتغير. يعني بدل الخلطة هلأ صار في لميس 3 في 1، غطاء واحد من غير أي إضافات، حينظف 100 نوع من البقع ويطهر 100 نوع من الجراثيم، بيلمع أرضيات البيت وبيعمل ريحة حلوة. بدك تنظفي وتطهري صح وتضمني الحماية كل يوم؟ يعني ما فيش غير لميس 3 في 1 اللي نظف ويطهر ويعطر. لميس 3 في 1 لنظافة بيتك كل يوم.